بداية أود أن أتوجه بأصدقي وأحر التعازي إلى عائلات ضحايا طنجة، كما أتوجه بالمواساة للطبقة العاملة بمدينة طنجة ولأسر شهيدات وشهداء لقمة العيش، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين يوجدون في وضعية حرجة والذين أتمنى لهم الشفاء العاجل. فاجعة طنجة تنضاف إلى العديد من الفواجع والكوارث التي عرفتها بلادنا نتيجة الجشع والاستغلال والفساد ونتيجة غياب دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة ونتيجة عدم تطبيق القانون وبصرامة تجاه المتلاعبين بالقانون وبأرواح الناس والذين يفتحون وحدات صناعية خارج القانون ودون توفير الشروط الدنيا لحماية العاملات والعاملين الذين يذهبون ضحية في العديد من المدن. ومثل معمل روزامور بمدينة الدار البيضاء ليس منا ببعيد، حيث ماتت العاملات والعمال حرقا داخل هذه الوحدة الصناعية. فاليوم نحن بحاجة ليس للبكاء ولتقديم فقط التعازي، نحن بحاجة إلى الصرامة، نحن بحاجة إلى تحمل مسؤولياتنا وتحديد هذه المسؤوليات بدقة، وهذا يتطلب فتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد كل المسؤوليات. لماذا يتكرر ما جرى في كل مرة في المدن المغربية، سواء جراء فيضانات أو تساقطات مطرية هي في الأصل تحمل بشرى للناس، خصوصا وأن بلادنا تعرف سنوات الجفاف ونحن بحاجة إلى مياه صالحة للشرب ونحن بحاجة إلى أمطار للفلاحة، ولكن هذه البشرى تحولت إلى كارثة في كل مرة في مدينة الدار البيضاء وفي مدن أخرى من المغرب، وهذا نتيجة الاختيارات التي مورست في بلادنا ولا زالت تمارس. فاليوم المسؤولية هي مسؤولية الدولة بكامل مؤسساتها وبمؤسساتها الجهوية والمحلية وبمصالح الجماعات الترابية التي اختارت التدبير المفوض في طنجة أمانديس، التي أتقلت كاهل مواطنات ومواطنين بفاتورات خيالية مقابل خدمات رديئة ولا توفر البنيات التحتية اللازمة، لأن مجلس المدينة غير قادر على المواكبة على التتبع على المراقبة. ثم من ناحية أخرى هذا المجلس كذلك لا يراقب هذه الوحدات الإنتاجية التي تنمو بشكل عشوائي في كل جهات المدينة، وهناك تواطؤ فعلي ما بين الفساد وما بين هذه الباترونة الناشئة الجشعة وما بين هذه المسؤولين الذين لا يعرفون معنى للمسؤولية الحقيقية. ما دمنا في بلادنا لا نربط بالفعل المسؤولية بالمحاسبة، فمسؤوليات متعددة نحن نطالب اليوم بتحديدها وبمساءلة كل مسؤولين وأن يأخذ كل مسؤول جزاءه تجاه هذه الكارثة بكل المقاييس وتجاه هذه الأرواح الزكية التي أزهقت نتيجة الإهمال ونتيجة الجشع ونتيجة العبودية المتجددة التي نعيشها في بلادنا. فعزاؤنا واحد في وفاة مواطناتنا ومواطنينا، وتحية لكم.